فالصحافة الحرة في مجتمع حر. وكلمة الصحافة لا تطلق على إطلاقها، فهناك صحف مختلفة، أو بمعنى أصح هناك نشرات يطلق عليها صحف، وهناك دعاوى باسم الأيديولوجية يطلق عليها صحف. بعض النظم التي تفتقر إلى الديمقراطية بشكل عام تصدر صحف، ولكنها أشبه بالنشرات منها أن تكون صحافة، لأن يعني ليس فيها رأي، وبالتالي حتى الخبر مقيد، الخبر ليس حرا. وهناك صحف أيديولوجية بمعنى ذات عقيدة قد تكون دينية. جماعة الإخوان المسلمين كان لها صحافة في مصر كان اسمها الدعوة. الجماعات الشيوعية كانت تطلق أيضا صحف، وإن كانت صحف سرية فترة من الفترات قبل أن تكون علنية، وإنما تكون أيضا ذات طبع أيديولوجي أكثر مما خبري. هناك صحف أيضا تعبر عن قوى استعمارية. في مصر في عهد الاحتلال البريطاني كان هناك جريدة اسمها المقطم، كانت تعبر عن الاحتلال البريطاني. فكلمة صحافة هي صحافة عريضة كبيرة جدا، وهي جزء من الإعلام. ولكن أيضا في إطار الصحافة هناك التحقيق الصحفي، والتحقيق الصحفي أو الروبورتاج أيضا له مقاييس وله معايير في المجتمعات وأيضا الحكومة. هل هي حكومة تستطيع أنها تمد بالمعلومات زي ما بنطالب الآن، حرية المعلومات من مصادر المعلومات، معلومات صحيحة أم لا؟ على أي حال الموضوع كبير، وسوف يتحدث إلينا فيه الأستاذ حسني إمام. والأستاذ حسني إمام تاريخ طويل جدا في الصحافة المصرية والعربية. الأساسي الحقيقة اللي بيشغلني من فترة طويلة هو القصور في الصحافة المصرية والعربية بالنسبة لما تفضل به الأستاذ أمين. التحقيق الصحفي، التحقيق بشكل مبسط، الخبر الصحفي نوعين، نوع اللي هما بمدرسة الكلاسيكية بنسميه الهارد نيوز، الخبر الجاف اللي هو معلومة بتنقلها إلى القارئ من خلال عرض حقائق وتوصيل فاكتس له كأي خبر مثلا حادث أو غيره، وله عناصر معروفة الـ 5 W's كما نعلم اللي هو when, how, where, why, and what. ده يعني بشكل كلاسيكي الكلام التقليدي اللي احنا عارفينه بالنسبة للخبر. الخبر التحقيق الصحفي بيبتدئ من حيث ينتهي الخبر، بمعنى أنه عبارة عن عمل اندبث في عمق، بيدي مش مجرد رواية قصة وخبر، لا، ما وراء هذه القصة والكلر بتاعها، وقصة إنسانية بيكون فيها فيلينج بعيدة عن الهارد نيوز. الهارد نيوز ممكن تكون في ثناياها كجزء من الموضوع، ولكنها لا تشكل العنصر الرئيسي فيه، هو عبارة عن سرد بنوع من الديسكريبشن، بيصف ويضع الموقف زي ما بيقولوا سيت ذا سين، بيضع لنا الخلفيه بتاع القصه اللي بنتناولها بشكل مثالي، بيكون في نوع من الحقائق ايضا، وتقديم نوع من الانفستيجيتيف جورناليزم بيدخل في هذا الاطار اللي هو التحقيق الصحفي الذي يكشف لنا عن أسرار أو عن أمور. على سبيل المثال الكلاسيك إكزامبل بتاعه اللي هو تحقيق صحفي بتاع ووتر جيت اللي قام به الصحفيين الأمريكان المشهورين في صحيفة الواشنطن بوست. للأسف الشديد احنا عندنا تحقيقات صحفية بتظهر في الصحافة المصرية أو العربية، ولكن حقيقة زي ما بيقولوا انه في ديفيسيت. الفن ده مستورد غربي، يعني زي ما احنا عارفين حضراتكم الصحافه في الاساس هي منتج غربي. لا نستطيع ان نجادل في انه في العالم العربي نشات الصحافه على يد الاخوه اللبنانيين وكذا، وانتقلت منها الى مصر وكانت عملا مستوردا. يعني مثلا
لأخذنا على ما أذكر في مصر من أقدم ما يسمى صحيفة التنكيت والتبكيت لعبد الله النديم، كان الخبر بيبتدي يمكن تلاقيه حضرتك في آخر الموضوع نفسه، لأنه ما كانش فيه الحس الإخباري ولا الحس اللي احنا نعرفه النهاردة، فإنه the media is news, the media is a story, how to tell the story، كل الكلام ده. التحقيق الصحفي أيضا إذا كنا بنقول الصحافة فن غربي مستورد، الأمريكان هم أساتذة التحقيق الصحفي للأسف الشديد، سواء أردنا أن نقول ذلك أم لا، وبالتحديد الصحف الأمريكية البارزة التي تشتهر. إذا ما طلعت صحيفة نيويورك تايمز على سبيل المثال، تجد أن التحقيق الصحفي جزء أساسي ومن ضمن الفنون الصحفية الرئيسية التي لها باع طويل، وبالتأكيد فيها قصص إنسانية، فيها قصص بتسقط حكومات زي موضوع نيكسون في الووتر جيت. أولا التحقيق الصحفي بحكم طبيعته يحتاج إلى أموال واعتمادات مالية كبيرة، ويحتاج إلى إتقان ومرانة وقدرة على الكتابة، ليس مجرد أنه الخبر بيكتب بصيغة إنشائية أو بصيغة تقليدية، ولكن في نوع من النراتيف، الرواية، القصة التي تحكى، ومن وراء هذه القصة والحكة بتاعتها بنخرج إما بحقائق بتكشف لنا عن أنواع فساد، عن أنواع قصص إنسانية للمهاجرين مثلا على سبيل المثال. النهاردة لو فتحت صحيفة الفاينانشال تايمز تجد أن هناك تحقيق صحفي عن المهاجرين السوريين في الأردن على وجه التحديد، واخد حوالي 3-4 صفحة، عبارة عن قصة إنسانية بيقول هارد فاكتس اللي هو الخبر أنه في أكثر من 500,000 مهاجر سوري في قرى الحدودية مع الأردن، وبينتقل من هذا إلى تصوير المأساة الإنسانية لهؤلاء الناس. أنا بحاول أبسط بالضبط دي الطريقة يعني، منها المأساة الإنسانية، وبيحكي على شعور الأردنيين اللي عايشين في هذه القرى الحدودية بالنسبة لهؤلاء المهاجرين. فبقول في الأول كان في تعاطف ونوع من المساعدة والتقدير لهم ومحنتهم وهكذا، ولكن انقلب الحال عندما تحول الأمر إلى مشكلة اقتصادية بيعاني منها الأردن، لقوا أنه الجماعة دول عندهم مساعدات من دول الخليج وعندهم أموال، فسكان المنازل الفقراء أصحاب البيوت بترضوهم ويجيبوا الخليجيين بالمساعدات اللي بيقدموها لهؤلاء اللاجئين السوريين، عندهم إمكانية يدفعوا إيجارات أعلى من الإيجارات التي يدفعها الأردني. فتحولت العملية إلى صراع بين أصحاب الأرض الأردنيين بالرغم من تعاطفهم مع هؤلاء المهاجرين وخروجهم من بلدهم بهذا الشكل القاسي والعنيف. فقصة متكاملة، هذا هو الموضوع. الحقيقة نقدر نقول مصر اليوم فيها تحقيقات صحفية كانت عن تجرى في الأعضاء البشرية وكذا، لكن احنا بتعتبر لسه infant، وليد التحقيق الصحفي عندنا، وده أمر في الحقيقة ينبغي أن نكون صرحاء ونقول أن مشكلة الصحافة العربية أنه ليس هناك education، ليس هناك تدريب مستمر منتظم من الصحفي المندوب الصغير إلى رئيس التحرير. كل واحد فاكر أنه هو يعرف كل شيء. عندنا دل الثقافة العربية للأسف أن احنا نعلم كل شيء وممكن نكتب في أي موضوع، ولكن هل هناك تخصص؟ هل هناك نوع من التدريب والمران على هذا الفن المستورد الجديد وهو فن التحقيق الصحفي؟ هذه هي المشكلة، أنا بعتبرها يعني نوع من الرمز للمعاناة الصحفية. أنا لا أتعاطف مع الصحافة المصرية والعربية في مشكلتها، لأنه تراث طويل من الجهل أو التجاهل لأنه التدريب العنصر البشري هو أساس العمل الصحفي، والصحفي كما نرى
على سبيل المثال في البي بي سي والمؤسسات الصحفية الغربية، أي صحفي لابد أن يتناول كورسز، بيأخذ نوع من الدورات التدريبية المعمقة إذا أراد أن يكتب في التحقيق الصحفي، فقد يمر بمراحل عديدة إلى حيث أنه لابد أن تكون هناك كما يقولون الملكة ثم التجربة. قصة صحفية فيها واقع، فيها معاناة، وفيها أيضا جانب من الحبكة التي قد تلجأ إلى نوع من مش الخيال، سعة الأفق. كل هذا غير موجود، لأنه الصحفي العربي عاوز بعد 6 أشهر يكون بيكتب على سبيل المثال زي كبار الكتاب، وعندنا خلط رهيب بين الرأي والخبر. هذه أيضا مشكلة كبيرة في بنعاني منها في الصحافة المصرية أو العربية من خلال تجربتي، إنه الخبر يتحول إلى رأي، وممكن الخبر يتلون بالخلفية للشخص الذي يقدم لك هذه السلعة. الخبر عبارة عن سلعة، برودكت، منتج. المنتج دوت عاوز شغل، عاوز مرام. حضرتك بتاخده من زوايا إنسانية، بتاخده من زوايا خبرية، بتاخده من زوايا إحصائية، بتقدم فاكتس، بتقدم ستاتيستكس. كل هذا الصحافة صناعة، صناعة زي أي تجارة، بمعنى أنه إذا لم تستطع أن تبيع سلعتك فأنت أصبحت سلعة بيع، وبالتالي أصبح العمل الاقتصادي والعنصر الاقتصادي هام جدا في إنتاج الصحف، بمعنى أنه مش عمل خير. بالإضافة لكده المناخ السياسي الذي تعمل فيه كما تفضل أستاذنا أمين، بمعنى أنه هل يمكن أن تكون هناك كلشر، ثقافة ينمو وترعرع فيها التحقيق الصحفي في دولة شمولية ديكتاتورية فيها رأي واحد؟ بالتأكيد لا، لأنه التحقيق الصحفي بيكشف حقائق قد لا يريد المسؤول أن يقدمها لك، وبالتالي تحتاج إلى مناخ ديمقراطي، تحتاج إلى أن تكون لديك نفس طويل، نفس طويل بمعنى أن هناك تحقيقات صحفية قد تستمر المراسل أو الصحفي فيها في عدة أشهر أو ربما سنوات إلى أن يصل إلى النتيجة المرجوة. هذا يتطلب رأس مال ودعم مالي، إذا لم يتوفر هذا الدعم المالي، أنا بحاول أبرر أنه فشلنا في التحقيق الصحفي مش نتيجة خطأ مننا أو لا، كل هذه العوامل متضافرة غير متوفرة، وبالتالي الصحفي عندنا لازم يكون خبير بكل شيء، يعرف كل شيء، يكتب في كل شيء. في خلال 6 أشهر لازم يكون موجود ويثبت نفسه، وإلا صاحب الجريدة إذا كانت جريدة خاصة أو جريدة عامة، هناك المشكلة في العمل الصحفي أيضا المنافسة الطاحنة، بمعنى أنه صحيفة فيها 1000 صحفي قد يبرز منهم 10، قد يبرز منهم 20. ده نتيجة إيه؟ نتيجة المران والممارسة والقدرة الإبداعية لهذا الشخص، وعنده من الملكات، بمعنى أنه يستطيع أن يدرب نفسه ويقرأ ويطور أفكاره ويطور أسلوب كتابته، وكل هذا لا يتوفر لكل شخص. على سبيل المثال هناك أكثر من 45,000 شخص يعملون في مبنى اسمه مسبيرو. ماذا يفعل هؤلاء 45,000 شخص؟ للأسف الشديد قد يعمل منهم 200، قد يعمل منهم 100، الباقي لله الرجاء فيهم، بمعنى أنه تضخمت الأمور في إعلام شمولي سلطوي. شوف إحنا السي بي اس، الان بي سي، سي ان ان مثلا بيعمل فيها قديه؟ مفيش 45,000 ممكن نستوعبهم هيئة تلفزيونية أو محطة تلفزيونية مهما كانت قوتها واتساحها. للأسف الشديد هو مع مسألة أنه بتلم أفراد تحطهم
وتسيبهم، مفيش توجيه، مفيش تمرين، مفيش تدريب، وبالتالي يمكن الكفاءات اللي فيهم لا تزيد عن 50-100 واحد على أكثر تقدير. نضرب مثال بالجارديان، صحيفة الجارديان، نيك ديفيس اللي هو عمل التحقيقات الخاصة بالهاكينج، التصنت أو اختراق على المكالمات الهاتفية، ده قاعد يعمل 3 سنين في هذا الموضوع، 3 أعوام. هل لدينا في الصحافة العربية من، والراجل قاعد في بلد اسمها لويس على ادينا له جايزة الحقيقة أفضل صحفي في العام من السنة اللي قبل فاتت، باعتبار أن الجارديان كشفت عن انتهاكات صحف مردوخ، وأدى هذا كما نعلم جميعا إلى إغلاق صحيفة نيوز أوف ذا ورلد، صحيفة عمرها 128 سنة، تعتبر من أقدم الصحف البريطانية، ولكن أسقطتها فضيحة التصنت على الهوات. هل لدينا في عالمنا مثل هذا الأمر؟ أنا بقول كلام أعترف بأن هناك قصور، ولكن أيضا المناخ السياسي الموجود في عالمنا، الإمكانيات المادية، الإمكانيات الصحفية مش موجودة. نيك ديفيس لا يأتي إلى الجارديان يمكن مرتين في السنة، وعلى اتصال برئيس التحرير، وبرضو الويكيليكس زي قالوا الوثائق من أستاذ أسانج وفرزها نيك ديفيس ومجموعة، وخرجوا بالموضوعات التي نشرت في الجاردن أو في نيويورك تايمز أو هذا. الصحافة العربية عملت إيه بقى؟ كانت بتترجم ما كان موجودا في الجارديان ونيويورك تايمز، وهذا لا، أنا لا أنتقد عالمنا الصحفي، بل بالعكس أنا أدافع عنه وأشعر بمرارته، إنما هذه هي الإمكانيات المتوفرة عندنا. تاريخ 60 سنة. نعم 60 سنة دي تشمل من قيام الثورة 52. ده صحيح. أدعي أن الأساتذة الكبار الصحافة العربية كلهم نشأوا في ظل ثورة 23. قبل وبعد يا أستاذ؟ لا هقول لك بعد، بمعنى كان في واحد برضه طلع هذا السؤال قال لي إيه الكتاب والهيكل وبتاع دول كلهم من أيام الملك. فسألت الأستاذ أحمد بهاء الدين هذا السؤال. قال لي هو بيتكلم عن ميلاد، يعني هو متولد أيام الملك ولا نبغ ظهروا في الأفق إمتى؟ هيكل تجلى إمتى؟ أحمد بهاء الدين تجلى إمتى؟ أحمد بهاء الدين بيقول أنا صنع ثورة 23، يعني تربيت فيها. محمد حسنين هيكل تربى في البداية في مدرسة مصطفى أمير وعلي، لا قبل مصطفى أمير وعلي تبع ولا تبع، اتربى في الإيجيبشن جزيرة. وفي ظل الستين سنة دي اتعمل قسم الصحافة في كلية الآداب جامعة القاهرة، وانتشر بعد كده يعني أقسام الصحافة في الكلية الجامعية، أصبح في نوع من التدريب حتى لما بيدرسوا في فترة الدراسة يروح يتدرب في جريدة ستة أشهر أو أثناء أعمالهم، حتى كثير منهم اشتغلوا فيها وبدوا أعمالهم، حتى منهم أنيس منصور اشتغل في جريدة الأساس قبل ما يبتدي في الصحافة. فيعني لا وفق قراءتي من 60 سنة لا مش صحيح، لكن كل عمالقة الصحافة منها هي أحمد بهاء الدين، كامل زهير، مكرم محمد، عدد محمد عوض، كلهم لمعوا في ظل فترة الناصرية. أنا لا أعتقد أن العرب لا هم عاجزون ولا أقل ذكاء، والدليل أولا إذا تجي حتى إلى الصحف المعروفة هنا في بريطانيا وفي الغرب تجد أسماء عربية حقيقة، وتجد في أشخاص يكتبون على مستوى محترم، وكذلك من الجانب الآخر كثير من الغربيين ليسوا بمستوى خلينا نقول من الدقة والموضوعية والحياتية، بالعكس هنالك أجندة معينة. إمبراطورية مردوخ كشفت كثير حتى لرئيس الوزراء كيف يتملق له وكيف يكون قريبا عنده من أجل ما يحصل في قضية التصنت أو غيرها، هو أحيانا ما يسمى بالصحافة بالأمور القذرة. فالعرب ليسوا أقل ذكاء حقيقة وليسوا أعجز
من ذلك. وعندنا ربما لا تتاح لبعض هذه الامكانيات الماديه والامور، لكن عندهم ذكاء، عندهم صبر، هنالك محترفون، هنالك قادرون. احنا لو نجي الى قناه الجزيره نشوف هنالك كثير من التقارير اللي يسووها العرب، والتقارير بشكل صحفي محترف حقيقه لا يقل عن تضاهي الصحافه الغربيه، ربما تفوق عليها لانها عندها قدره تحليل ونقد لكثير من الظواهر الموجوده. ياخذ يستمع الكلمه بمجملها، يحس بها تمجيد للغرب ولانه عندهم صبر وعندهم قدره ويطولون بالهم، هل يجي يسوون كذا وكذا، واحنا ربما يظهر شخص او شخصين ليست هكذا الصوره. لكن انا اتفق في كثير مما تفضلت به، ما اريد ان اسلط الضوء عليه ليس هو جانب القصور فقط، ولكن جانب القصور له مبرراته. ليس هناك كمال، الصحافه العربيه اذا قراتها منذ 5 أعوام تختلف عن الصحافة العربية منذ 10 أعوام. هناك تطوير مستمر، إذا قرأت لكتاب يكتبون التحقيق الصحفي تطور على في المراحل الأخيرة، ولكن كل هذا يتطلب مناخ من الحرية، يتطلب إمكانيات مادية، يتطلب أنه مش مسألة فاكتوري، مش مصنع بيطلع كل يوم سلعة، لا. التحقيق الصحفي قد كما ذكرت ممكن أن تحتاج إلى صبر ومثابرة ومران طويل إلى أن تخرج بتحقيق صحفي ممكن يهز العالم. ممكن هي نقطة الخلاف الأساسية الجمهورية هي عدم إباعة المعلومات، دي النقطة الأساسية اللي موجودة في العالم العربي، صح؟ عدم حصولك على المعلومة، ولذلك ما دي كل مطالب الصحفيين، إباحة القدرة على الحصول على المعلومات. لو عندك معلومات هتعمل صحفي، صحفي كامل. إنما أنت تعمل، ولذلك كتير من التحقيقات الصحفية اللي بتقدم للمحاكمة لأنها ممكن تكون مرتبطة بإشاعات لكن متداولة في السوق، فممكن واحد يكتب عليها ويقول لك لا جبتها منين. الجانب الآخر بتجد في الصحافة العربية بشكل عام صرح مصدر مسؤول، علمنا بمواطن الأمور، لأنك ممكن تحصل على المعلومة لكن ما تقدرش تكشف عن سرها، أنت جايبها منين؟ لأن مش مسموح لك الحصول على المعلومة. فقد تكون الكفاءة موجودة الشخصية، ولكن أنت تشتغل معك. أنا أتفق معك في كل الجوانب اللي طرحتها، وأتفق مع الأستاذ أمين أيضا في الجزء الأخير اللي طرحها. المشكلة في بلداننا العربية بشكل عام أنه الأنظمة السياسية والاجتماعية هي غير الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في أوروبا وفي أمريكا. أول مبدأ الحقيقة هو يقاس به حرية الإعلام هي مبدأ حرية الحصول على المعلومات، هذا اللي تفضل به سالمين حاليا، هذا المبدأ مفقود. فأنا كصحفي عندما أعمل ولا أمتلك مفاتيح الحصول على المعلومة، هناك دائما يكون نقص في التحقيق ونقص حتى في الخبر الصحفي. الخبر يكون في دولنا حسب المنشأ وحسب الوكالة اللي تبث، غالبا تكون وكالات قومية قبل ما ينفتح الفضاء العالمي لشبكة الانترنت. والآن الحقيقة أعتقد أكو تطور في مستوى الأداء العام للصحفيين وخاصة للشباب، لأنه أمامهم نماذج مفتوحة في الفضاء المجتمعي. هناك أيضا مشكلة في الصحافة أنه دائما يستعجل الصحفي الشاب خاصة الشهرة، وعندما يستعجل الشهرة تكون هناك تحقيقات ناقصة وتحقيقات سطحية أي كلام، لأنه هو يفرح بظهور ظروف العمل بتاعته تستدعي أنه ينتج سلعة كل يوم. نعم. الجانب الآخر، الجانب المهم أيضا الذي يعجز صحافتنا قياسا بالصحافة الغربية هي قوانين المصادرة لحريات الصحفي وحقه في العمل. قوانين الصحافة قوانين معظمها مرتبطة بنوع من الاستبداد، نوع من القوة في استخدام السلطة واستخدام الحق لدى الدولة، إضافة إلى هذا ثقافة المجتمع العربي والإسلامي التي تتقاطع مع مفاهيم كثيرة، بعضها يقول ولا تجسسوا، بعضها يقول يعني من يستر بعضكم بعضا وهكذا. حضرتك قلت يا أستاذ أمين في كلامك، قلت إنه مجموعة ذكرت أساميهم كلهم في عهد عبد الناصر، أي ثورة معروفة
ظهروا بعد الثورة. علشان الأستاذ حسني يتكلم كل كلامك كان إيجابي، أنا اخترت السلبيات، وإحنا محتاجين للنقد والنقد الذات البناء، إحنا في أحوج إليه في الوقت الحالي. أنا هقول لحضرتك أربع نقاط. أولاً الصحفي أو الرقي الصحافة العربية بصفة عامة يحتاج إلى إن اللي بيقوم بالتحقيق الصحفي يعمل بحثه قبل ما يقوم بالتحقيق الصحفي. إحنا ما عندناش الصحفي اللي هو ممكن يقوم ببحث قبل ما يتولى العمل. طرف، نعتبره طرف وقت. هو بيعتبره طرف، إنما دي أساسية للموضوع اللي هو قايم بيه. ثانياً إن الصحفي لابد أن يلتزم بمبادئ الصحافة. كما مثلا ان هو بيحصل على معلومه لازم يوصلها للجمهور او للقارئ بنفس الامانه اللي مبادئ الصحافه اللي احنا بتغيب عن عالمنا كامله بتلتزم بيها. يعني انا برد على حضرتك لان هو قال الايجابيات، انا بقول لحضرتك السلبيات. ثالث حاجه ان الصحافه بتعتمد مهما كان على مين يعرفه. الأهرام تحول من جريدة ممتازة في أيام عبد الناصر إلى جريدة حكومية 100%. رابع حاجة إن المعلومة المفروض الصحفي يقوم يدور على المعلومة ويوصلها، إنما للأسف الشديد إن حكوماتنا بتمنع وصول المعلومة، مش غياب المعلومة، تمنع أنا أتعجب إن الناس تقول ما فيش معلومات بعد الثورة اللي حصلت، يعني أنت ممكن تحصل أي معلومة هذه الأيام. نعم. من الكمبيوتر. إحنا وصلنا في مرحلة معينة كان في ما يسمى الدعارة السياسية. الصحفي يكتب، يعني الله يعزك التعبير، لا أريد أن أريد في تفسيره أكثر من ذلك. الحالة الاقتصادية بالذات تؤثر في تصرفات الصحفي وتناوله للخبر بما يحقق يعني منفعته الشخصية ومنفعة الصاحب الكبيرة. شكرا لك. اسمع، دي حتكون شغلانة من أخلاق المصطلح. أنا كلمة تفضل سيدي. لا مؤاخذة، طلب الكلمة. أهلا وسهلا. تفضل. نشكر الأستاذ. بالتأكيد احنا نتكلم عن الجانب المهني في الصحافة، والجانب المهني هو المقصود. هل انه الصحافة العربية عاجزة ام مسايرة للمهنة؟ ليس لي علاقة بهذا العنوان. انا اعطيك رأيي وتجربتي. الصحافة في العربية مثلا هنا في بريطانيا لا يمكن القول ان عليها ضغوطا سياسية، صحيح ولا لا؟ كذا يعني تتمتع بقدر من الحرية، ومع ذلك هذه الصحافة ليست لها أي مجال المنافسة للصحافة الأجنبية. لا يمكن أنك تعتمد تريد أن تأخذ أخباراً أن تقرأ صحيفة عربية، حتى الأخبار العربية أيضاً. يعني كل الأخبار في الصحف العربية هي إعادة للصحف أو وكالات الأنباء، دائماً أخبار بائدة في اليوم الثاني. فكيف يكون العجز إذا ما يكون هذا الصورة؟ هل عليهم ضغوط هنا؟ الصحفي العربي للأسف كسول جداً. ونفس أحمد بهاء الدين قال أنا من الكتاب القاعدين القرفصاء. الصحفي العربي مستحيل إنه يطلع ويبادر ويروح يعمل تحقيق صحفي إلا إذا كان موجهاً، إلا إذا طلب منه وزير أو غفير أو سيدتي لا أريد التعميم. هناك الكثير من الأخبار التي تنشر في الصحف ليست لها قيمة، مجرد مجاملات، مجاملات الصحفيين لبعضهم أو مجاملات المسؤولين حتى هنا في هذا البلد حيث لا رقابة عليهم ولا ضغط. ومع ذلك أكثر الصحف يمكن لما تقرأها ما تطلع منها بأي شيء. أما حفلات اجتماعية أو أخبار ما لها قيمة، الزميل فلان عمل كذا أو كذا أو ينشر. فالصحافة العربية سامحيني، لم يكن هذا موضوعي ولم أتطرق إلى هذا الجانب. أنا ركزت في موضوع واحد كمثال كرمز
لمشكلة صحفية نواجهها جميعا. أول شيء بالنسبة للصحافة العربية اللي معروف عنها حاليا هو منو مديرها ومنو صاحبها، هذا مو مهم، المهم تمويلها منين. التمويل هو اللي دا يسير الصحافة العربية حاليا. بي بي سي العربي دخلت وياهم مداخلة على التلفزيون قبل حوالي شهرين. أنا كنت ضد الحرب على العراق، ضد الغزو، هو مو الحرب، ضد الغزو. الأخ رئيسا استوقفني رغم إنه البرنامج كان على العراق. الأخ استوقفني بالبي بي سي عربي. عندك معلومات كافية عن الموضوع ده بعد ال طبعاً كلها موجودة، كلها موجودة. لأن أنا يهمني أن أنا أصير هذا الموضوع. كلها موجودة. آخر شيء خطير يعني. أستاذي آخر شيء قبل حوالي أسبوعين تقريباً أنا كنت العراقية تقريباً الوحيدة ما يعني اللي تكلمت، اللي جت الفكرة إنه أحضر محاكمة جيم ماكورماك اللي باع كاشف الأجهزة الكاذب للمتفجرات. أنا حضرت المحكمة، حضرت الجلسة، استفسرت من المحكمة ومتابعة موضوع، حضرت الجلسة. الكلام اللي قاله المحامي بالمحكمة مو نفس اللي نقلته الجرائد وانا كنت موجودة. لا اختلف معك. طيب هاي واحدة. اثنين أنا بعد ما طلعت صارت إيه لقاءات على البي بي سي، صار لقاء على السكاي نيوز، صار لقاءات على الجرائد. كل الكلام اللي قلته من نقل عنه إلا بس كلمتين. كل الكلام اللي قلته على غزو أمريكا، على غزو أمريكا إلى بلدي وشون أمريكا سلمت العراق إلى ميليشيات خلفياتها إيرانية وسلمتنا بما معناه بيد إيران وخلقت هالفقد هالفوضى وهالذبح والقتل. أخي كليته حتى بالجرائد إذا الجارديانز مكتوب التعليق مالتي ومكتوب الانتمني ومكتوب هذا، بس مو التعليق اللي أنا قلته. غيروا كلام حضرتك. لا أخذوا بس نقطة اللي أنا ضد إنه هذا الرجل في سبب قتل البلد بس. أنا مش صحفي صحافة مكتوبة، أنا صحافة مرئية لكن أعاني من نفس الهموم اللي مقدر. يعني أنا من أقدم برنامج تلفزيوني وأجيب الحصيلة اليوم أريد أبيعها، صاحب المحطة لازم يشوفها طبعا. مثل ما قال الأستاذ خالد يقول كثير من مقالاته يذبوها في الزبالة. يعني في حين مقالاته يا ريت يعطيني إياها مكان ما يذبها في الزبالة. رجل تعبان على نفسه، ده من أعمدتنا لنعكس فيها بالضبط. يعني ولنا الفخر أن يكون موجود معنا، الهموم اللي يتعرض لها الصحفي العربي، الهموم المكتوم أقصد لا بد لها. شكراً. هموم كثيرة، وبنفس الوقت لدينا صحفيين عرب مأجورين. نعم. وهذا أعتقد إخواننا كلهم يعرفوها خاصة بالعراق. نعم. جاني خبر مكتوب من العراق أنه أكثر من 90% من الصحفيين العراقيين يتقاضون أجوراً من إيران، وهذه جريمة بحق الأمة والضمير الصحفي بقى سيدي. والضمير الصحفي وينه؟ هذا يأثر على صحافتنا مع الأسف، وهذه الظاهرة ليست في العراق فقط، حتى في مصر، حتى في أي بلد عربي آخر. الأعراف تعهد الأستاذ هيكل كانت تعد إحدى عشر دول صحف العالمية، يعني على مستوى العالم كانت تعد، هي بالتحديد كانت رقم 9 عالميا بحيث اتزان الخبر بحيث الرأي. أيضا الأستاذ هيكل توسع جدا في أنه فتح كل قوى الشعب وكل الآراء والاجتهادات كلها تكتب في الآراء. أنا أعتبر الهم الأول في الحياة العربية هي تربيتنا، تربيتنا في البيت، تربيتنا في المدرسة، ومن ذلك انه احنا ما تربينا على الدقه العلميه في نظرتنا الى الحياه، وهذه تنعكس على الصحافه. بالحقيقه انت تفضلت اخ حسني على ان الصحفيين يحتاجون تدريب صحفي، انا اعتقد يحتاجون تدريب على الدقه العلميه، ان يعرفون شنو العلم. اعطيك مثال لانه الان فيها شاهد نبيل، حتى هذا عندي دقة علمية بالموضوع، عندي شاهد. يوم الأربعاء الفات سمعت إلى محاضرة
لصحافي عراقي يعتبروه من قمم الصحافة العراقية، وجاءوا به واحتفلوا به وقالوا إن هنان جائزة على عمل الصحافي، وألقى محاضرة عن الوضع في العراق. فكان منها أن قال أن في زمن صدام حسين الشيعة أخذوا يدخلون المذهب السني تملقا لصدام حسين، وفي هذا العهد السنة أخذوا يعتنقون المذهب الشيعي تماشيا مع النظام. فلدى المناقشة قلت له هذا كلام خطير، ما هو دليلك على هذا الموضوع؟ نبيل يشهد. قال ما عندي دليل. ما عندي. طيب انتو كلام من هالنوع هذا خطير وما عندك اي برهان عليه؟ وهذه بعدين المحاضرة مالته كلها كانت ارتجال للكلام، ولا فيها اي شيء صحيح او دقيق. وهذه اعتقد هي مشكلتنا في صحافتنا. احنا نعرف كل حاجة، مشكلتنا ان احنا نعلم كل شيء. يمكن انا الصحافي الوحيد الذي لا يقرأ الصحافة، واشك في مصداقيتها. فلما ارتدبني عثمان العمير للكتابة بالشرق الاوسط، احد الزملاء قال لي اوه يا مسكين يا خالد، لح تضطر تكتب مقالات للشرق الاوسط. قلت له لا هي ولا فيها اي مشكلة، لكن المشكلة لح يقتضي علي ان اقراها، هذه هي المشكلة. انت من الزرفاء يا خالد، من زرفاء القوم. مما سمعنا من يظهر بأن المأساة العربية تمتد إلى الصحافة، فالصحافة العربية في أغلب الأحيان هي مسيرة وغير مخيرة. الرؤساء يقولون اكتبوا هذا وإلا نقطع أيديكم، وإلا في متعجب أنه كل شيء لازم نرجعه إلى عربي مع أجنبي. أنت ما يفرق بين عرب وبين أجنبي. نحن ننتقد، عندنا عادة ننتقد، ننتقد الصحافة البريطانية. نعم. أظن 90% من الناس ما يعرفوا معظم الصحفيين. نعم. لأنه كلهم تاخذ لك الصحف السعودية، الكويتيين، الأردنيين، المصريين، كلها يخافون من الحكومات. هنا أنا على الأقل، أنا ما أقول لك لا، هنا أنا هم يعني يتبعون الأحزاب، يتبعون اليوم يدفعون فلوس مثل ما تفضل الله. المهم إنه نحن لازم نفكر إنه نقدر نتعلم من الصحافة الأوروبية الغربية. لأنه نقرأ صحف إنجليزية، أكو عمانية، أكو فرنسية، أكو روسية، أكو سويدية، كلهم عندهم رأي يختلف. نحن مدام مجرد نقول إنه عربي يعني نحن مصحين، يعني نحن لازم نتعلم نحسن الأسلوب مالنا. الصحف البريطانية والأمريكية بعد حرب فيتنام، لما الامريكان اندحروا الحرب وجبروا ينسحبون، اللي دحرهم اجبرهم على انسحاب كانوا الصحف الامريكيه. بعد ذيك الحرب قرروا انه ماكو صحيح جريده او مجله او شيء اللي تروح تتابع المقاتلين البريطانيين الامريكيين وغيرهم، لازم يخضعون الى الرقابه، ما يخلون يكتبوا اللي يريدون. واكو مثال، اكو واحد مراسل من اي تي في هذا من مصر الى ضواحي البصره، وراد يروح يدخل بالبصره، البريطانيين اغتالوه ودفنوه هناك خارج البصره. المهم انه احنا لازم نتعلم، مو مجردا نغطي عيننا وندعي بانه نحن مقابلين الى فلان. اكو صحفيين هنا درجة كلش عالية.
اريد اعرف الفرق برجع الصدى، يعني ردة فعل الجمهور بين المجتمع العربي والمجتمع الامريكي. كويس. عندما ينشر تحقيق صحفي لموضوع حساس او موضوع مهم. السؤال جاي. وما هو تاثيره على مستوى التحقيق والصحافه؟ لا اختار لحضرتك المثال التقليدي المشهور هو موضوع ووتر جيت. كويس؟ هل احنا عندنا في ناس كشفوا عن نوع من الفساد السياسي والتصنت على اعداء الاحزاب الاخرى والصراع الدائر في هذا الامر بالطريقه التي قام بها بوب وودورد وزميله في واشنطن بوست؟ استمر التحقيقات، عصفت بنيكسون بعد قد ايه حضرتك؟ رده الفعل كانت بعد حوالي 3 سنين. هز عروش، هز رئيس جمهورية أقوى دولة في العالم. هل إحنا عندنا تجربة مماثلة؟ هذا الأزم مفيش. أنا أحد القنوات العراقية، هناك برنامج يعرض وثائق، نعم، وثائق رسمية، نعم، تدين المسؤولين من رئيس الوزراء نزولا بالأرقام وبالوثائق الرسمية ويعرض على التلفزيون. كويس. لكن لا ردة فعل الجمهور نهائيا. إحنا نيام الناس ونيام. إذا ما فائدة جودة هنا، جودة التحقيق الصحفي في مجتمع نائم؟ الكالتشر يا سيدي، الثقافة السياسية، هل عندنا من الثقافة السياسية والوعي السياسي انه يكون الضغط الشعبي وضغط الرأي العام؟ يعني لابد ان نضع في الاعتبار شيء محدد وهي قوة الحياة الحزبية. هناك احزاب بمعنى احزاب، هناك كونجرس بمعنى كونجرس. صحيح. فالبرلمانات هي مش مجرد رأي عام فقط، رغم ان الراي العام مهم، بس نسبه الاميه عندنا عاليه. نسبه الاميه هناك ما اعتقدش ده كبيره. والجانب الثاني الجانب السياسي المهم وهي حزب قوه الاحزاب، حزب يطيح بحزب اخر. يعني هنا تاتش ما هو برضه اصبحت عبء على الحزب بتاعها، كان لازم نمشيها. هذا استخدمين مو قياس، لانه هيكل عندما كان يكتب عموده في الاهرام كان يغير موقف الشعب من قضية معينة. حتى الإخوان، أنا أعرف أحد قيادي الإخوان كان يقول نقرأ يومياً عمود هيكل حتى نجس نبض عبد الناصر كيف سيتصرف. سيدي هناك موقف. سيدي المقال كان ينشر يوم السبت، الجمعة، عدد الجمعة، الجمعة. تعرف حضرتك من يوم الثلاث أنا كنت بتعامل في وكالة أنباء الشرق الأوسط مع الصحافة الأجنبية، لأن كان عندهم مكتب بيستقوا أخبارنا، وفي دور معين كل موجود صحفيين أجانب. من يوم الثلاث يبدأوا يشمشموا زي ما يقولوا بالسميلينج ل وات هيكل رايت اون فرايداي. نعم نعم. حضرتك قبلها بثلاث أربع أيام. نعم. كانت وكان الشاطر اللي جس ذا سبجكت اند وات هيز جوينج تو سي. هي المشكلة هو هيكل أصله كظاهرة، وطبعا هو ظاهرة استثنائية يعني لابد نعترف أولا، وقدرات ومواهب وإلى آخره. لكن الجانب الثاني إن هي كانت قوة مقالاته لأنها تستند لمعلومات، دي نمرة واحد. الجانب الثاني المشكلة في مصر بس، يعني في أثناء الوحدة الثلاثية سنة 63 كان اجتمعت العراق وسوريا ومصر ومضوا على اتفاق مبدئي على اساس ايه؟ تتم وحده بين الدول الثلاثة. وعبد الناصر قال مش هعمل حزب واحد، اعمل مع كل القوى الوطنيه في كل دوله من الدول، فلازم تشكلهم. لما جربوا في سوريا هناك بدا عبد الناصر بالاتفاق، فبدا يقولوا ايه هي الحزبيه؟ ايه يعني لملمه عمال وفلاحين؟ كلام كان كله اسقاط على الاتحاد الاشتراكي. كتب هيك المحتار اني اعترض، وقال هذا الخطاب لا اوجهه الى رؤساء التحرير، وإنما أوجهه إلى ميشيل عقلك وصلاح البيطار على وجه التحديد. ما هو المقصود بالضرب؟ سوريا اتقلبت. سوريا الشارع اتقلب. نشر محاضر الوحدة لؤي الأتاسي اللي هو كان قائد يميها، كان هو قائد الحركة العسكرية اللي عمل التصحيح يعني، جاء لعبد الناصر يشكي هيك. وعبد الناصر قال له أنت فاكر إن أنا بقرا مهل قالت هيك قبل ما أكتبها؟ هيكل حر يكتب اللي يكتبه. الجانب الثاني ما هي وزن هذه الحكومه التي يعصف بها مقاله؟ فالمصداقيه بتيجي بالكاتب
لما يكون يعني تفضل الوعي السياسي كما تفضلت. يعني انا لست من رايي ان الراي العام الى ثقل للاسف، انا اعتقد الراي العام خرافه. ما يقال عن الراي العام في الدول الغربيه وتاثيره، دائما هناك قوى تريد تهيج الراي العام في لتحقيق مصالح معينه. الإطاحة برئيس، لابد أن تكون هناك قوة، هذا الرئيس انتهت مدته ويريدون يشيلونه، فيهيجون الرأي العام ويهيجون الأحزاب. فالمثال اللي قلته هيكل، هيكل وراء عبد الناصر أيضا. لا موسى بدي أمرك، ما هو يعرفون أنه لما يكتب هيكل معناته أنه في الرئاسة إذا خلفه، أو أنه هيكل الآن أصبح يعني الصحفي عالم رغم أنه ما عاد يتحرك. فإذا هناك القوة اللي وراء الرئيس. اسمح لنفسي بأن احترامي البالغ اختلف معك، اختلف معي طبعا، انت ستختلف معي، ولكن انا ايضا اقول بان الراي العام خرافه. خليني اكمل لو سمحت. هنا ناس مثقفه، هنا ناس تقرا، هنا ناس متابع، هنا ناس لها قوه ضغط كما تفضلتي. هنا ناس تقرا، هنا ناس تقرا مقاله في التايمز ممكن تقلب حكومه المحافظين. الحمله الحاليه المشنه على حزب المحافظين من صحف تعتبر نفسها صحف مؤيده للمحافظين، اعتقد ان هذا بيوري ان ده تاثير الراي العام مثلا في قضيه حساسه وهامه مثل قضيه الاتحاد الاوروبي. لو كان الراي العام الى داخل ما كان ملايين الظاهره ضد حرب العراق ومع ذلك حرب العراق حصلت. ده موضوع طويل طويل جدا. هذا الموضوع طويل، كل المواضيع مشابهه. لو يحدث تغيير فهناك دائما قوه وراء التغيير وليس الراي العام. أشياء جديدة بالنسبة لنا. الصحافة بحد ذاتها هي صناعة أو اندستري مثل ما معروف. وللأسف مثل ما ذكر الأخ أنه هي مسيرة وليست مخيرة بالنسبة للي يدخل فيها. هناك عدة نقاط ذكرت طبعا منها اللي هي معجبة بطريقة الريبورتنج اللي هو التقارير أو الصحفيين الموجودين في الغرب. وفي كثير من يتشدقون بهذه انه الصحافه الغربيه او الاندستري الغربي هو احسن من الاندستري العكس الغربي، ما اريد نقول الشرق. ولهذا تشوف انه هناك مثل ما قالت الاخت لميس، اكو ايدي خفيه دائما اذا كانت ووتر جيت، اذا كانت ايران جيت، اذا اي فضيحه يردوها تطلع الى السيرفس الى السطح. يدعموها بصورة يعني غير طبيعية. ده خارج نطاق الكلام يعني. لا بس دخلنا في قضايا سياسية جزائرية ماليش علاقة بيها. أنا ماذا أقول أعمال أتهمك بشيء. هي في صميم الصحافة. لا أريد أن أخش الصحافة أنا ليش بديت الصحافة عبارة عن هيستري؟ هذه هي مسيرة ليست مخيرة. لا ما أتفقش مع حضرتك. ما خليتك تروح مع هيستري مع احترامي. مع احترامي. اي مقاله تقال تنكتب وتقرا رده الفعل الرياكشن اللي يصير عليها مثل ما ذكر الاخبار صراحه بالنسبه لموضوع القناه العراقيه اللي تذكر عن الفساد الموجود فيه، هذا موجود في جميع انحاء العالم، بس للاسف طبعا ما في احد اللي يقدر يوضح الصوره للشخص اللي يقدر يقوم على شيء. الثوره في مصر صارت بعد كم؟ بعد معاناه كبيره. وكذلك هواية أمور تصير صراحة يعني أختصرها بما معناه أنه للأسف الأمور أنت ما تتفق معي أحترم هذا الشيء، بس شوف كل الوقائع اللي صارت من قبل ووتر جيت إلى حد الآن أنه الأمور كلها مسيرة بصيغة أو بأخرى بأيدي خفية بأمور إحنا ما نفهمها، وهناك أمور صراحة ما بها أي خيار غير اللي هو مطلوب أن يذكر أن يصدر على الصحف. هو لا شك كلمة رأي عام بالمطلق كده مهما كان تأثيره إن لم يكن منظم ما لكش تأثير. وزي ما قالت فعلا في مظاهرات وفي وفي وفي. لكن لابد حتى الثورة إن لم تكن منظمة تبقى انتفاضة. ممكن تغير نظام الحكم ويحصل زي ما حصل في مصر كده ما حدش عارف قائد مين. إنه تحت ووتر جيت أسقطت نيكسون بعد سنين. ثلاث سنين. تمام؟ نفس الوضعية، نفس الأسلوب اللي صار في الإسقاط لنيكسون، صارت حادثة مشابهة أيضاً في بريطانيا وهي مردوخ والإمبراطورية ماتت. طبعاً كلها معلومات جمعت بسبب إسقاط شخص أو مؤسسة معينة بس مو بكاملها. يعني من أسقط نيكسون بس على ريبليس المسمى دياز. بالنسبة لمردوخ صح سقط في بريطانيا والصحيفة مالته اللي عمرها 100 بلس
سقط، بس هو لا زال موجود في شمال امريكا، موجود في استراليا، موجود في امريكا. زعيم سياسي. لا لا مو زعيم سياسي، انا قصدي زعماء سياسيين، زعماء سياسيين. الموضوع خارج عن بس خلينا نستعلم الكلام وكمل كلام. زعماء سياسيين اللي اشتغلوا عند مردوخ، اللي تبعوا الصحافه مالته واللي كان اللي نعتبرها تتمثل من نظريه المؤامره، المؤامره اللي كانت محاكم لكي يطلع على السرفس بالوقت الحاضر. وين هالسنين هاي كلها؟ بالاضافه الى ذلك قارنها في ووتر جيت. فما اعتقد، انا اكد مره ثانيه انه وجهه نظري انه في ايادي خفيه او في بيهايند خلف الكواليس امور احنا لا نعلم بها ولا نستطيع ان نوصلها، وهي اللي مسيطره على الصحافه بسرعه. بالتاكيد بالتاكيد الحياه السياسيه فيها مغامرات، بالتاكيد ساكس بيكو دي بكتير ما كانت مغامره. قالوا كله انه في حق تقرير مصير والى اخره، لكن كان في اتفاق سري على تقسيم العالم العربي. في مؤامرات ولكن التاريخ ليس مؤامره. لاننا في نادي حليف الامه عند مجموعه شخصيات محترمه واساتذه وكتاب وصحفيين، واليوم يسعدنا حضورك اليوم هنا واعطيتنا تاريخ عن الصحافة العربية ومعلومات كثيرة عنها. لكن هناك سؤال يطرح نفسه بما سمعت من الأخت لميس، إذا هناك قوة وراء أنظمة أو وراء دولة لإسقاطها فتظهر الصحافة ويظهر الإعلام ويظهر كل التشويش باتجاه إسقاط تلك الحكومة. فأنا أريد بس سؤال بسيط أعرف، هل الصحافة العربية هي مغيدة للسياسة الغربية؟ مغيدة. نعم. هذا هو سؤال. هل غرزة من نظرة المؤامرة؟ والسياسة العربية هو بالتأكيد إحنا منطقة نفوذ غرب لا شك، وردنا كنا في فترة من الفترات كان فيه يعني اعتراض على ذلك، ولكن دلوقتي اصبحنا كلنا في منطقه النفوذ الغربي. طب هو هذا الجواب. عندنا صحفيين اجانب في العراق يعملون في كل الصحف في وزاره الاعلام، تنشر مقال في نيويورك بعد ساعه يلبسون الخوذ يقولون بكره بغداد تنصف. شوف مقالات فريدمان غطى الحرب اللبنانيه ويعرف شويه عربي وعارف المنتاليتي بتاعتنا، وبيروح الهند يروح دول ناميه وبيكتب في قضايا مش بس السياسه. ده اللي انا عاوز اخرج منه، ان احنا ما نحصرش نفسنا في السياسه يا سيدي، نخرج عن اطار السياق السياسي اللي دمرنا وخلانا كلنا سياسيين وزعماء وسياسيين فاشلين كمان كويس. ونكتب في قضايا التنمية، نكتب في قضايا الاقتصاد، ما نكتبش في قضايا المؤامرة هو نظرية المؤامرة.